لو انت اللبس. موجود في جهاز فني في نادي الزمالك واللعيبه دلوقتي معنويا مش في افضل حال حتى فنيا مش كل اللاعبين في مستواهم وعندك مواجهه يوم الجمعه الجايه خلاص مواجهه مهمه جدا امام شباب بلوزداد والزمالك معودنا لو لا قدر الله خسر في الاول بتقر بعد كده بقى بعد كده. لو كسب بيفوق بيفوق يعمل ايه الزمالك عشان يلم نفسه بسرعه قبل مواجهه يوم الجمعة. اللبس اه اهم حاجه في الكام يوم اللي جايين دول خلاص النهارده انت بتبدا يوم جديد يوم الثلاث من الثلاث للجمعه لازم اوضه اللبس تتحكم لازم اوضه اللبس لان المشاكل ما بتزيدش الا في اللبس واوضه اللبس دي لو محكومه بشكل كويس صدقني هيبقى في نجاح اوضه اللبس دي عامل اساسي المشاكل اللي بتحصل بين اللعبه وبين بعضها الحوارات الجانبيه كل الكلام ده لو اتلم ولازم ده دور الجهاز الفني، كان مستر فييرا، آه، كابتن اسامه، احمد عبد المقصود، حسين، الناس اللي موجوده لازم تقعد مع اللعيبه، لازم اللعيبه تخرج من الحاله دي عشان تقدر ترجع للمستوى الطبيعي بتاعها. م. غير كده هتلاقي ال... انت دخلت دوامه اكبر. انا بقول لك اهم حاجه في الكام يوم اللي جايين دول مش تمرين، انت كده كواقف على رجليك بدني وفني. اه هي رتوش بسيطه ورتوش مهمه في نفس الوقت، انت في نفس الوقت انت برضه بتتكلم آه دفاعيا نادي الزمالك مش بقوته. بتتكلم النهارده ثلاثه ماتش فاركو يخش فيك كل مباراه بيخش فيك صح فأنت عندك خلل في الحته دي فلازم تبدا تشتغل عليه. <applause> والشغل مش هيجي في يوم انا بكلمك على الاقل اليومين دول ممكن م. بس هو تظبيط او تعديل امور بسيطه م. ان لازم فعلا وزي ما بقول لك الفرقه اللي بتعرف تدافع بتعرف تكسب صح الفرقه اللي بتعرف تدافع ودفاع منظم كمان بتعرف تكسب <applause>